الخير مشاهدينا، اهلا بيكم، وكل يوم بيتجدد اللقاء مع حضراتكم على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار. صباح الخير يا محمد. صباح الخير منى، صباح الخير مشاهدينا الكرام. زي ما قلنا لحضراتكم هنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين من 8 ل 10 ان شاء الله في هذا الصباح. عندنا مجموعه متنوعه من الاخبار والتقارير المحليه والدوليه ان شاء الله نتمنى ان هي تنال اعجاب حضراتكم. عندنا فقرتين النهارده، الفقره الاولى عن تاكيد مصر عمق التكامل الاقتصادي الإقليمي وضرورة اتباع سياسات اقتصادية متكاملة مع المنطقة. هنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال أحد خبراء الاقتصاد اللي هيكون ضيفنا في هذه الفقرة. الفقرة الثانية هنتكلم عن تشوه العظام والأطفال اللي ممكن بتتولد بتشوه للعظام واللي بيصابوا بعد كده بحوادث وبيكون عندهم تشوه في العظام، والعمليات اللي ممكن تنجح والعمليات اللي مش ممكن تنجح وتقويم العظام. دي هتكون فقرتنا الثانية إن شاء الله، معانا أحد المختصين في هذا المجال من الأطباء المعروفين في هذا المجال. نيجي بقى الخبر الافتتاح اللي دايما بنحاول ان هو يبقى ذكرى معينه، ذكرى مناسبه، ذكرى انا خبر الافتتاح ده يا استاذه منى انا مش هتكلم عنه، انتوا تتكلموا عنه. كل الرجاله مؤثر عليكم جدا جدا جدا. كل الرجاله بصراحه بتحبه وبتحب فكره وبتحب اللي هو عمله. طبعا قاسم امين النهارده الذكرى ال 161 على ميلاد زعيم الحركه النسائيه قاسم امين، اللي كان قاضي وكاتب وأديب ومصلح اجتماعي، واشتهر بدفاعه عن الحرية الاجتماعية وبدعوته لتحقيق العدالة وإنشاءه الجامعة المصرية ودعايته للتربية في سبيل النهضة القومية وتحرير اللغة العربية من التكلف والسجع. قاسم أمين كان أديب مغوار، وكان لكن أحد لم يتفق معه على تحرير حركة الإعراب فماتت دعوته في رحم الكلمة. قاسم أمين ولد في أول ديسمبر من عام 1863 بالإسكندرية، والتحق بمدرسة راس الدين الابتدائية. أيوة، في عام 1881 نال إجازة الحقوق، وثم عمل بمكتب محامي، ثم انضم للكوكبة اللي كانت بتحيط بجمال الدين الأفغاني، والتقى الزعيم محمد عبده وسعد زغلول وعبد الله النديم وغيرهم. رحل قاسم أمين إلى فرنسا ليتم تعليمه، وانبهر بالحياة في أوروبا وتأثر بالحركة النسائية بفرنسا، وبعد عودته لمصر عمل على تحرير المرأة يا أستاذة منى. أيوة، وأصدر كتاب هو اللي غير شكل الحياة في مصر، المرأة الجديدة عام 1901، ردا على ناقديه طالب بإقامة تشريع يكفل للمرأة حقوقها، خاصة حقوقها السياسية، وليست فقط حقوق سياسية ولكن كل الحقوق. المرأة بسم الله ما شاء الله تتمتع بكل الحقوق دلوقتي. نتمنى ما نكونش مضايقينك يا استاذ محمد. والله يا فندم حتى لو مضايقني هعمل ايه؟ امر واقع. يعني هي المراه بسم الله ما شاء الله واخده كل الحقوق، ونتمنى ان شاء الله مش كل يعني، بس ان شاء الله ناخد كل الحقوق كمان. اتفضلوا. نشوف تقرير مع حضراتكم ان شاء الله. مع نهاية القرن التاسع عشر كانت مصر على موعد مع ولادة قائد الحركة النسائية في مصر قاسم أمين. ولد قاسم أمين في الأول من ديسمبر من عام 1863 من أب تركي وأم مصرية صعيدية، وتلقى تعليمه في المدارس التي تجمع أبناء الطبقة الأرستقراطية. تخرج في كلية الحقوق عام 1881 وعمل بالمحاماة فترة قصيرة قبل أن يسافر إلى فرنسا للدراسة في جامعة مونبليه في بعثة دراسية اطلع خلالها على الثقافة الغربية، كما أغرته الحرية السياسية التي يتمتع بها أبناء الثورة الفرنسية، مما كان له أثره لاحقا في أفكاره وآرائه. اطلع قاسم أمين أثناء عمله بسلك القضاء على واقع المرأة في المجتمع المصري في الريف والمدن، لا سيما حالة التفكك الأسري وغياب حق المرأة في حق الانفصال ووضعه بيد الرجل، مقارنا ذلك بما شاهده في فرنسا أثناء دراسته للحقوق هناك. وفي عام 1899 نشر أمين كتابه تحرير المرأة، الذي حاول فيه تفكيك الوضع الاجتماعي
الاجتماعي للمرأة المصرية وإعادة حقوقها الطبيعية في اختيار الزوج والتعليم والعمل والاختلاط الكامل في المجتمع، كما ناقش خلاله غيرها من المشكلات الاجتماعية المتفشية في ذلك الوقت كانتشار ظاهرة تعدد الزوجات والطلاق والزواج المبكر، ونشر العديد من الأفكار التحريرية، واعتبر أن التخلي عن الحجاب التقليدي آنذاك أحد مفاتيح حل الأزمة، وهو ما فتح بابا للجدل ما زال مستمرا حتى اليوم. أثار قاسم أمين بكتابه تحرير المرأة انتقادات واسعة وشرخا في جدار التقاليد والعادات، امتد ليقسم الحركة الوطنية والثقافية وكبار المفكرين ما بين مؤيد ومعارض، وانتقل الجدل حول الكتاب من الصحف إلى الشارع. ربط المعارضون أفكار أمين بالاستعمار الإنجليزي والذي يدعو لسفور المرأة وخروجها للشارع، واتهم بجهله بالشريعة. وفي المقابل رحب البعض بأفكار الكتاب مثل الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وعدد أيضا من رموز السياسة والثقافة من الذين تلقوا تعليمهم في أوروبا. كما تباينت وجهات النظر حول حصاد الكتاب وما أثاره من جدل على أوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية وما أنجزته من نجاحات وإخفاقات بعد مرور نحو 120 عاما على صدوره. عاش قاسم أمين يدافع عن حقوق المرأة معلنا التزامه بتحرير المرأة حتى وفاته المنية عن عمر ناهز 45 عاما، تاركا وراءه إرثا ما زال مثيرا للجدل حتى اليوم. مشاهدينا أهلا بحضراتكم، ونبتدي معاكم جولة في أخبار العالم هذا الصباح. أولى فقراتنا في هذا الصباح نبتدي معاكم بقانون العمل اللي بينظم رقم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 اللي بينظم عمالة الأطفال من خلال عدد من الضوابط والمحددات. القانون بيعتبر طفل كل من بلغ 14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة، وبيلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفل دون سن 16 بمنحه بطاقة تثبت أنه بيعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وبتعتمد أو تعتمد من مكتب القوى العاملة المختص. يحظر القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 سنة أيهما أكبر، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. كما يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات وفيما بين الساعة 7 مساء والسابعة صباحا. ومعانا دكتور عنان حجازي استشاري العلاقات الأسرية. دكتور عنان، يعني قانون العمل يبدو في ظاهره قانون عادل جدا، لكن إلى أي مدى يطبق على أرض الواقع؟ عمالة الأطفال طبعا. صباح الفل. الأول صباح الخير على كل مصر وعلى كل المستمعين والمستمعات. قانون العمل بالنسبة للأطفال بيحدد بهذا الشروط وهذه الباونت في كل حاجة علشان الطفل الصغير، لما احنا بنحدده بنقيم ونضع نظام وحدود في استخدام الطفل الذي يشتغل أو بيدخل مجال العمل في السن المبكر ذلك. فبذلك بنحدد هذه الحدود، بنحافظ على الطفل من الناحية النفسية والناحية الجسدية، ونقدر نبني طفل صحيح يقوم بأي مجال من مجالات العمل اللي خارج نطاق التعليم الأساسي. نعم. طيب يعني أنا بتكلم على تطبيق القانون، إلى أي مدى في رقابة على تطبيق القانون؟ لأنه في عمالة أطفال إحنا بنشوفها كل يوم حوالينا في أماكن مختلفة، إلى أي مدى في رقابة على تطبيق هذه الشروط؟ يعني عدد ساعات العمل، فترات الراحة، تناول الطعام، الأجر المجزي، أصلا الالتزام بالسن القانوني الموجود في قانون عمالة الأطفال، هل في رقابة كافية من جهات بعينها في الدولة؟
وفي الحقيقة بينزل مجموعة من المفتشين بيكونوا قائمين على هذه الأعمال، إن هم يشاهدوا الأطفال ويتابعوهم، وفي نظام. لكن للأسف ما فيش أخصائيين اجتماعيين ولا أخصائيين نفسيين للرقابة في ذلك، ودي لازم تفعل في الدولة، علشان الأطفال بيبقى الناحية الاجتماعية والناحية النفسية بتأثر على تكوينهم الجسدي والنفسي والصحي. لكن الرقابة من ناحية القانونية فيه، لكن بعض الأماكن الريفية ما بيبقاش الرقابة فيها قوية جدا، نسبة التفاعل ما بيكونش قوي نسبة المفتشين اللي بيراقبوا هذه الأطفال. فهو مفعل، الرقابة نفسها مفعلة. نعم. طيب، بما أنك حضرتك ذكرتي فكرة التأثير النفسي والجسدي والاجتماعي، إيه أهم التأثيرات اللي بتصيب الأطفال اللي بيعملوا في سن مبكر؟ الأطفال بطبيعة الحال بيكون طفل لسه بيتعرف على العالم الخارجي، بيبقى عنده خوف وقلق وارتباك، إزاي هتعامل مع الناس دي؟ في طبعا أشكال مختلفة من الشخصيات، في أشكال مختلفة من الأجساد نفسها، وبعض الناس بيكونوا كبار السن وظهر التجاعيد القوية وعلامات السن والآثار التعب والإرهاق، فبيبقى الطفل خايف، عنده خوف، وخايف يطلع له وحوش، خايف الأساطير اللي بيسمعها، خايف يحصل له حاجة من الشغل ده أي كانت الآلة اللي هو يستخدمها، عنده الخوف والارتباك، وده بيأثر على نفسيته، بيخلي الطفل داخل مش عارف العالم الجديد ده، مش عارف يحتويه ولا عارف العالم نفسه يحتويه. فبعض الناس اللي هم أرباب الأعمال بيمسكوا الطفل بعنف في التعامل معاه علشان هذه الأعمال. عشان كده لازم تفعيل الرقابة بيكون لازم يكون أقوى في استخدام الأخصائي النفسي والاجتماعي في هذا المجال. يعني مين اللي مسؤول أنه يوجه الطفل لأخصائي نفسي واجتماعي؟ صاحب العمل ولا الجهات المنوط بها الرقابة على عمالة الأطفال؟ القوة العاملة، القوة العاملة، لأن الطفل لما بيطلع ضروري لما يبقى عمره 16 سنة يشتغل يكون عنده بطاقة من مكتب القوى العاملة. مكتب القوى العاملة هنا لازم يحدد ليه، يبقى فيه أخصائيين اجتماعيين ونفسيين هذه الأطفال، لأن بعضهم بياخدوا الأطفال من عمرهم 8 سنين للأسف، بيدربوهم وبيستخدموهم بحدة وعنف في إن هم يتعلموا هذه المهن أو هذه المهارات، وهم ما عندهمش القدرات في هذه استخدام هذه المهارات أو المهن. فلذلك لازم يبقى فيه متابعة وقوة أقوى في الرقابة وتعنيف هؤلاء الناس اللي هم بيستخدموا المهن في استخدام الأطفال الأقل من السن العام في التعليم الأساسي في هذول الأطفال. العمر 14 سنة المفروض الطفل يشتغل من عمره 16 سنة، لكن بعضهم يستخدموهم من عمرهم 8 سنين. أيوه، فهنا صعب قوي. وأصغر. فبيبقى برضه الخوف من الناس إن هم يتعودوا يعني يتعرضوا للتحرش، وفي بعض الذكور أيضا بيتعرض للتحرش للأسف. وبتبقى فيه علامات جسديه في جسمهم، وبيتعرضوا على الطبيب الشرعي او الطب الشرعي، وبيجد ان الاطفال بيتعرضوا لكثير من الاهمال وكثير من العنف الجسدي والعنف النفسي وحتى الصحي. الطفل بيبقى عنده تاخر في الناحيه الصحيه، فما بيبقاش عنده القوه الجسديه في التعامل في الحياه بعد كده. انا بشكر حضرتك دكتوره عنان حجازي، استشاري العلاقات الاسريه، شكرا جزيلا لك. وافق البرلمان الأسترالي على تشريع يحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عام، في أحد أكثر الإجراءات صرامة في هذا المجال في العالم. من شأن هذا النص الذي حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه ودعم من الأحزاب الرئاسية أنه أن يرغم هذه المنصات قريبا على اتخاذ تدابير معقولة لمنع المراهقين من إنشاء حسابات على الشبكات الاجتماعية بينها فيسبوك وأكس وإنستغرام وتيك توك، وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، أي نحو 32.5 مليون دولار أمريكي. ودافع رئيس الوزراء أنتوني ألباتيزي المنتدب
ينتمي إلى يسار الوسط والذي يستعد للانتخابات في أوائل العام المقبل بحماس، يدافع بحماس عن القواعد الجديدة وحشد لها الدعم من الكثير من الآباء والأمهات. وقبل التصويت قال البنيزي أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز الضغوط الاجتماعية وتشكل محرك للقلق، والأسوأ من ذلك كله أداة للمعتدين عبر الإنترنت. وقبل التصويت نددت منصات عدة بالقرار الذي وصفته بأنه متسرع، معربة عن مخاوف جدية بشأن عواقب غير متوقعة محتملة. وأعربت منصة تيك توك عن خيبة أملها من الحظر الذي فرضته أستراليا. وينضم إلينا دكتور ميخائيل ماهر، أستاذ القانون العام. دكتور ميخائيل، هذا القانون إلى أي مدى يمثل يعني ثورة في عالم الرقابة على الإنترنت، خصوصا بالنسبة للمراهقين، وإلى أي مدى يمكن تطبيقه على أرض الواقع في رأيك؟ طيب، هو نقسم السؤال لجزئين. الجزء الأول، إلى أي مدى أرى هذا القانون؟ أراه نقلة نوعية مختلفة وجديدة، لأن الغرب يؤمن بحريات لا حدود لها حتى تتعدى الرقابة الأبوية، بمعنى أن وضع قيود على الاستخدام. وبالمناسبة القانون ده في مثيل له في أمريكا. أمريكا فشلت في أنه تمرر قانون مثل هذا. أما فيما يتعلق بالتطبيق، الآن يمكن تطبيقه من ناحية تقنية، بمعنى أن استراليا وضعت عام لشركات مقدمة الخدمة على توفيق أوضاعها، ووضع ضوابط لوصول المراهقين لهذه التطبيقات. في حالة عدم التزامها ستقوم بتطبيق غرامات، وده على أرض الواقع ممكن. نعم، لكن دايما بنسمع او عارفين انه الممنوع مرغوب، ودول كتير جدا فرضت قيود وفرضت قوانين ولم تنجح بشكل او باخر من او ولم تمنع انه الشيء اللي منعته ده يتمنع فعليا. هل حضرتك شايف ان ده ممكن تطبيقه في دولة زي استراليا بتنتمي للعالم الاول، اللي هي بتقدس الحريات وبتضع قوانين ضابطة لكن في نفس الوقت غير مقيدة للحريات؟ طيب، هو القانون نص على ايجاد منصات بديلة لما هم دون السن، بمعنى ان المراهقين او اقل من السن مش هيمنعوا منعا باتا، لكن هيتم ايجاد وسائل او تطبيقات تتلائم مع اعمارهم. اما فيما يتعلق بالحريات في الغرب، بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه في منتصف 23 حاولت تضع تشريع مشابه، لكن فشل في انه يبقى فيدرالي، لكن تم تطبيقه في ولايه فلوريدا فقط، بمعنى ان رؤوس الاموال والشركات المقدمه للخدمه تمكنت بالضغط في انها تفلت من وضع هذا التشريع في الولايات المتحده الامريكيه. وبالمناسبه فرنسا وضعت تشريع مشابه لكن لا يشتمل على عقوبات، وهي الان فرنسا تحس بولندا التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي على تعميم هذا القانون في الاتحاد الأوروبي. تمام. طيب، التأثيرات يعني لو حضرتك رصدتها، تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في السن المبكر إلى أي مدى تؤثر على ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع، في المجتمعات عموما؟ هي ظاهرة منتشرة ولها مساوئ، وربما الجريمة أو المساوئ التي تنتج عن استخدام هذه التطبيقات، لأن ربما ما فيش رقابة أو حتى الشروط التي تضعها التطبيقات من السهل اجتيازها، بمعنى
أنه في بعض التطبيقات بتقول يعني هل أنت فوق سن كذا، فبتتخطى هذا العائق بضغط الزرار. تمام. طيب فكرة التطبيقات عموما ووجودها في دول العالم المختلفة، هل بتفرق من دولة مستوى الثقافي لشعبها أقل أو أكتر من دولة أخرى؟ يعني تأثيرها على، ولا سن المراهقة واحد في كل الدول؟ لأنه التعليم طبعا ونوعية التعليم ونوعية المشاكل اللي بيواجهها المجتمع ممكن تخلي رد فعل المراهق مختلف حيال هذه التطبيقات من دولة إلى أخرى أو من ثقافة إلى أخرى. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ في اعتقادي أن رد الفعل متساوي رغم اختلاف الثقافات، لأن السن له بعض الاحتياجات أو له بعض الرغبات متشابهة بغض النظر عن الجنسية أو الثقافة. فبالتالي نجد أن المراهق يسيء استخدام وسائل التواصل، وده نتيجة، ودي نتيجة طبيعية لأنه حديث السن. طيب إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا القانون في المنطقة العربية؟ هل من السهل تطبيقه في رأيك؟ أنا أعتقد، أو بلاش أقول أعتقد، أنتظر مثل هذه التشريعات في منطقتنا العربية، لأن احنا باحتياج ملح لهذه التشريعات. لأني إذا كان الغرب وهو يؤمن بالحرية كدين توجه إلى وضع ضوابط لهذه التطبيقات، فما إن كان كسر قاعدة أن الحرية مطلقة في سبيل وضع رعاية أبوية أو في سبيل أنه يحافظ على النشأ الصغير. فبالتالي نحن أعتقد في منطقتنا باحتياج ملح للتشريع مشابه. دكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون العام، شكرا جزيلا لوجودك معنا. يظل الاهتمام بالموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي أهم الآليات والسبل للقدرة على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية التي تظهر تأثيرها في العديد من القطاعات مثل الزراعة والمياه والأمن الغذائي والتنوع الأحيائي البيولوجي، حيث ذكرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يتم وضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة القادمة بمشاركة كافة الجهات. وأكدت الوزيرة أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة والمجتمعات المحلية، إلى جانب أن البرنامج يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي. ومعنا دكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. دكتور عبد المسيح، إلى أي مدى يمثل هذا القانون والاهتمام بالبيئة ضرورة ملحة في هذا التوقيت بالذات؟ الحقيقة البيئة بتحظى بكل اهتمام من الدولة، لأن البيئة يعني هي حياتنا، بنعيش فيها، بنتنفس، بناكل، بنشرب، وبالتالي التنمية المستدامة مصر 2030 بتأكد على المبدأ الأول وهو جودة الحياة للمصريين. كيف يمكن عمل جودة حياة إذا كانت هذه البيئة تئن بالمشاكل؟ وبالتالي الدولة بتتجه في استراتيجيتها وآلياتها إلى تحسين البيئة على كافة المستويات، سواء كانت الهواء أو الماء أو التربة أو التنوع البيولوجي اللي احنا بصدده واللي احنا بنحاول ان احنا نحافظ عليه، لان النظام البيئي او التنوع البيولوجي هي اي مساحه من الطبيعه فيها كائنات حيه ومكونات غير حيه بتتفاعل مع بعض وبتتفاعل، وطبعا الانسان هو المؤثر والمتاثر بهذه القضيه. بالتالي ده بيتم وفق خطه من الدوله، ويمكن البرنامج التي اعلنت عليه
معالي الوزيرة بالنسبة لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء أحد البرامج المهمة اللي هي في هذا الاتجاه عشان نحافظ على هذا التنوع البيولوجي الفريد التي تنعم به مصر، لأن كل كائن حي خلق ربنا هو له فائدة في هذا النظام، وأي مشكلة تحدث في هذا النظام بيتأثر بالشكل كبير على الإنسان وعلى حياته وعلى مسيرته. نعم. طيب تطبيقات الحفاظ على البيئة إلى أي مدى هي مستدامة؟ يعني ممكن تستمر لسنوات طويلة وتحفظ حقوق الأجيال المقبلة؟ الحقيقة هو ده بالفعل، التنمية المستدامة هما الشقين، الشق الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية اللي خلقها ربنا، والشق الثاني تقليل التلوث إلى الحد الأدنى حتى تظل البيئة على عطائها بالنسبة للأجيال الحالية وبالنسبة للأجيال القادمة. وده يعني مهم جدا، ويمكن هذا البرنامج أيضا اللي هي الدولة بتنفذه بيعزز استعادة البرامج والنظم البيئية البحرية، وخاصة طبعا احنا في منطقة البحر الأحمر بنهتم جدا بالشعاب المرجانية اللي بتمثل أكثر من 70% من النظام البيئي في البحر الأحمر. بنأكد أيضا على حفاظ على المواد والكائنات المحددة بالإنقراض حتى تستمر في إطار التنمية المستدامة مثل السلاحف والدلافين وغيرها. بنأكد أيضا على استعادة النظم البيئية البحرية، يعني احنا عندنا بعض الكائنات اللي ممكن تنقرض الدولة بتحافظ عليها لأنها لها دور في الإيكو سيستم. بنعزز أيضا من خلال هذا البرنامج الرحلات الصديقة للبيئة والسياحة البيئية حتى تجذب كثير من السياح، وتبقى مصر يعني تنعم برخاء اقتصادي من خلال هذه السياحة، ويجوا السياح عندنا يتمتعوا بهذه الأمور. وبالتالي مصر أيضا بتساهم في مشروعات أساسية في هذا الإطار، في إطار التنمية المستدامة، سواء مشروع الترميم الشعاب المرجانية أو المحميات الطبيعية أو حتى كمان توعية المجتمع، ودي نقطة الحقيقة مهمة جدا. ويمكن دايما فخامة الرئيس بيأكد على ويراهن على الوعي للمصريين، وبالتالي بتتعمل برامج توعية للحفاظ على هذه النظم البيئية النادرة على مستوى العالم حتى تظل على عطائها لأجيال وأجيال كثير. نعم. دايما كان في خوف على منطقة البحر الأحمر بالتحديد لأنه هي بتحظى يعني بشعاب مرجانية، بمصادر طبيعية غنية جدا لجذب السياح والاستثمارات، وكان في بعض الأماكن تعرضت للاعتداءات بالفعل أو سوء التعامل معها. إلى أي مدى تم احتواء هذه الممارسات الخاطئة والحفاظ على محميات مختلفة في منطقة البحر الأحمر بشكل خاص؟ الحقيقة إدارة المحميات جزء مكون مهم جدا في اهتمام الدولة ووزارة البيئة. عندنا محميات كثيرة، عندنا رأس محمد ونبو وأبو جالوم في منطقة البحر الأحمر. الحقيقة النهاردة الدولة بتعمل تقنيات يعني متقدمة جدا للمراقبة البيئية باستخدام الطائرات بدون طيار والأنظمة الرقمية، وبالتالي حتى تحافظ على هذه المحميات من الاعتداء. وبتشارك النهاردة في برنامج جديد اسمه شراكة المجتمع، يعني المجتمع كمان بيشارك النهاردة. يعني كان المشكلة ايه؟ كان المشكلة ان المنطقة بنيجي نعمل لها سياج ونقول دي محمية طبيعية محدش يخشها، وبالتالي بيبقى فيه شوية مشكلة مع السكان في المنطقة. لا، احنا دلوقتي البرنامج الجديد او التوجه الجديد ان الناس دول يشاركوا في ادارة المحمية، يشاركوا ببعض الانشطة غير الضارة، يعني ممكن يمارسوا بعض الانشطة مع الحفاظ على المحمية الطبيعية بحالتها العادية. يعني مثلا بتعمل زي مكان يجمع فيه الزوار، يتعمل فيه متحف، يتعمل فيه معرض، وبالتالي شاركنا مشاركة السكان في هذه المناطق بتمنع الاعتداء على هذه المنطقة، لأن هم بيشاركوا ببعض الأنشطة اللي ممكن كمان تسبب لهم رواج اقتصادي، وبالتالي خلاص ما عندناش مشكلة لأن هم شاركوا بالفعل في إدارة هذه الأماكن وإدارة هذه المحميات، وهم أكتر الناس اللي هيحافظوا عليها وهيحموها من أي اعتداءات أخرى. نعم. دكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات البيئية بجامعة شمس، شكرا جزيلا لك.
يعد محور عمرو بن العاص في محافظة الجيزة والذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز تعمير القاهرة الكبرى أحد أهم المحاور المرورية لتفتيت الكثافات المرورية بمحافظة الجيزة وتسهيل حركة تنقل المواطنين والربط بين الطريق الدائري الشمالي والدائري الجنوبي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من محافظة الجيزة مراسل النيل الزميل أشرف مبارك. أشرف، يعني وفينا بتفاصيل أكتر لو سمحت. فعلا منى، برحب بك من محافظة الجيزة وتحديدا من أعلى محور عمرو بن العاص، هذا الشريان المروري الحيوي وهذا المشروع الهام الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يعني ممثلة في جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من الشركات الوطنية الكبرى. يعني هذا الشريان المروري بطول يمكن أكثر من 4 كيلومترات وبعدد حارات مرورية بيصل إلى 12 حارة مرورية، بيخدم شمال ويمكن جنوب الجيزة، ويتم ربط هذا المحور ما بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي. يمكن للحديث اكثر حول تفاصيل هذا المحور معي على الهواء مباشره المهندس احمد مرسي مدير هذا المشروع من الشركه المنفذه. باشمهندس احمد، مرحب بك عشتني الاخبار. كلمنا عن هذا الشريان المروري اللي بيقلل الكثافات المروريه في محافظه الجيزه وايضا المحافظات المجاوره. اهلا وسهلا بحضرتك. هو طبعا زي ما حضرتك اشرت، مشروع عمرو بن العاص هو بيربط شمال الجيزه بجنوب الجيزه عن طريق ربط الدائري الشمالي بالدائري الجنوبي، بيقلل زمن الرحله لاكثر من 50% من زمن الرحلة نتيجة المحور الطولي الحر اللي اتنفذ، وده طبعا يعتبر تاني محور طولي حر اتنفذ في محافظة الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر، وبرضو تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى وشركة مال العرب، برضو كان ليها شرف إن هي اشتغلت في محور كمال عامر مع جهاز تعمير، واشتغلنا هنا مع جهاز تعمير برضو في مشروع عمرو بن العاص. المشروع عبارة زي ما حضرتك قلت عن 4 كيلو، الأربعة كيلو دول الكوبري الرئيسي 3 حارات مرورية لكل اتجاه، يعني 6 حارات مرورية بالرامبات لو يمين أو شمال بيوصل 12 حارة مرورية زي ما حضرتك ما أشرت. الأربعة كيلو دول مقاولين العرب الحمد لله شغالة في أكتر من 2 كيلو من الأربعة كيلو اللي شغالين في المحور. طبعا من ضمن الاستفادات العظمى اللي احنا شغالين فيها بالإضافة للطريق إن احنا بنطور الطرق السطحية وبنربط المحاور الرئيسية الشوارع الرئيسية على محور عمرو بن العاص. عاملين بركات وعاملين يمكن أيضا مساحات خضراء، مناطق لوجستية وخدمية للمواطنين. أنا يمكن أعرف مظبوط الاماكن دي في الطلبيه وفي الهرم ولا فين؟ هو جميع المناطق اللي اسفل الكباري بيتم ان احنا بنخططها بالاتفاق مع الحي ومع المحافظه للاستفاده منها، اذا كانت باركات او اذا كان هيتعمل خدمات لوجستيه او خدمات تقدر تفيد المواطنين اسفل الكباري. طيب كلمنا عن النقطه اللي احنا موجودين فيها ديت، احنا عارفين دي الربط مع الدائري، هل ده الدائري الشمالي ولا الدائري الجنوبي؟ والربط ده هيفيد بايه؟ ده الدائري الشمالي، الدائري الجنوبي جنب تاني ناحيه المريوطيه. طبعا الدائري الشمالي ده انت سهل عليك المكان، انت لو تخيلت حضرتك انت بتتحرك من المنيب لحد المنشيه او تركب الدايري الوراق في اقل من 10 دقائق، وحضرتك حتى دلوقتي ممكن نعمل تجربه. طبعا اللي عايز يروح احمد عرابي، المهندسين، محور 26 يوليو 6 اكتوبر، كل ده في اقل من 10 دقائق وحضرتك من المريوطيه او من المنيب تلاقي نفسك عند هنا على طول. بتاخد وقت قد ايه الاول يا باشمهندس؟ لا اكتر من ثلث ساعه دلوقتي، الزمن اقل من 10 دقائق، نص زمن الرحله بالظبط. انا يمكن يعني احنا لما خرجنا من وسط البلد لوصول لهذه النقطه خدنا يمكن محور كمال عامر، يمكن سياده الرئيس كان فتحه قريبا، ان يمكن الطريق ما خدش 10 دقائق. مظبوط، وده ان شاء الله لما يتفتح الناس هتشوف وهيعظم الاستفاده من المحور ده ومحور كمال عامر، لانه قلل الضغط جامد جدا على شارع الهرم وشارع فيصل بعد اعمال المترو اللي شغاله تحت، ان انت توصل المواطن لاول شارع الهرم عن طريق محور فريق كمال عامر او لنص شارع الهرم اللي بيخدم المريوطيه واللبيني وترسا وشارع المنشيه وفيصل ومطبعه، كل ده اللي رابط من على الدايري جنوبي وشمالي، طبعا ده حاجه عظيمه جدا يعني. ده بس مش محافظه الجيزه، ده المحافظات الثانيه. طبعا لانه بيوصل كمان لمحافظه القاهره، حضرتك من الدايري الوراق تقدر توصل لمحور تحيا مصر وتوصل مدينه نصر ومصر الجديده وخلافه. بشكر حضرتك جدا المهندس احمد مرسي مدير المشروع من الشركه المنفذه، بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك جدا طبعا. ويمكن زي ما احنا شايفين على ارض الواقع يمكن يعني محاور طوليه وعرضيه الدوله بتنفذها في كافه محافظات الجيزة.
الجمهوريه، يمكن تحديدا احنا بنتكلم دلوقتي في محافظه الجيزه كانت بتمر بازمه مريه واختناق مرور كبير على مدار الفتره اللي فاتت، لكن هذه المحاور اللي يمكن الكاميرا بتستعرضها الان في داخل محافظه الجيزه سواء محور كمال عامر، محور عمرو بن العاص، ايضا اعمال توسعه الطريق الدائري سواء يعني الدائري داخل محافظه الجيزه او محافظه القاهره او محافظه القليوبيه، هي اعمال كبيره بتنفذها الدوله ويمكن بتكلف الدوله موازنات كبيره، لكن الهدف الاساسي هو تقليل الاختناقات المريه وايضا يمكن تقليل الانبعاثات الكربونيه من استخدام المواد البتروليه. يمكن احنا بنتحدث ايضا عن ان زمن الرحله بيقل والمواطن يقدر يوصل ل يعني وجهته باسرع وقت ممكن، خاصه ان الدوله توسعت وخرجت الى العاصمه الاداريه الجديده، فكنا محتاجين مثل هذه الطرق وشبكه الطرق القويه التي تخدم المواطن وتخدم ايضا يمكن عدد السيارات الكبير وهذه السيارات الكثيره التي يمكن كانت بتشهد زحام في الطرق قبيل هذه التوسعات الكبيره التي انشاتها الدوله على مدار يمكن الاعوام الماضيه، وايضا هناك عدد من المشروعات الجديده التي سوف تنفذها الدوله يعني ايضا لفك هذه الاختناقات في مختلف محافظات الجمهوريه. لكم هنا مره اخرى. شكرا لك زميل أشرف مبارك، كنت معنا مباشرة من محافظة الجيزة. نروح لخبر آخر، حيث أكد وزير الثقافة أحمد هنو أن الوزارة تمثل دعما وسندا لكل المبدعين والفنانين بمختلف طوائفهم ووسائطهم الفنية، وشدد على أن الثقافة المصرية تتسم بتنوعها واحتوائها لمختلف الأحلام والرؤى الفنية من سينمائيين وموسيقيين ومؤديين وفنانين تشكيليين. وأوضح وزير الثقافة المصرية أن الثقافة المصرية ليست ثقافة هينة محددة، بل هي انعكاس لمشاركة جميع المصريين، ويساهم كل فرد في صناعة الثقافة، وأن لدينا 100 مليون صانع للثقافة و100 مليون مستهلك لها، مشيرا إلى أن دور الثقافة يتمثل في تصفية واستخلاص المميز من هذا لفتة الإنتاج الثقافي وتعزيزه من خلال منصات متعددة مثل المسرح والسينما والطباعة والنشر، بهدف تحسين الأداء الفني وتقديم محتوى غني يعكس هويتنا الثقافية. وأشاد هنو بقدرة المصريين على حمل ثقافتهم أينما ذهبوا، مؤكدا أن الثقافة هي الشيء الوحيد الذي نحمله بداخلنا ولا يمكن وضعه في حقيبة صفر. وينضم إلينا دكتور حسين بنهاوي عضو المجلس الأعلى للثقافة. دكتور حسين، عمق الثقافة المصرية يعني أكيد لا يحتاج إلى شرح، لكن كيف يمكن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية في الوقت الحالي وسط عالم يذخر بمؤثرات ثقافية عديدة؟ وأولا صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، وأنا يعني هذا السؤال يجب أن نطرحه بقوة ويجب أن نجد له إجابة شافية ووافية، لأن الثقافة المصرية هي ثقافة غنية وتراثنا الثقافي كنز لم ننقب فيه بالقدر الكافي، وبالتالي يعني فنحن في مرحلة مع الجمهورية الجديدة في مرحلة نحتاج إلى إعادة بلورة تقديم أنفسنا ثقافيا والاهتمام بثقافتنا وتعريف بها، لأنه الثقافة هي الهوية. يعني نحن نحمل داخلنا تراث 7000 عام من المعطيات الثقافية في كل أوجه الحياة، فالطعام ثقافة
وحياتنا اليومية وسلوكنا وتراثنا الشعبي وتراثنا الفني الثقافة. كل هذا يحتاج إلى إعادة بلورة في ظل عولمة أصبحت تطمس الهوية وتطمس الثقافات المحلية. لكن الثقافة المصرية بقوتها وتنوعها عصية على أن تطمس. فكيف نستغل يعني ما لدينا من تراث ثقافي ونقدمه للأجيال الحالية ونعد للأجيال المستقبلية؟ هذا هو سؤال الأسئلة وما يجب أن نعمل عليه ونطرحه بقوة. نعم. طبعا يعني ما يجري الآن في هذا الصدد شيء جميل وشيء محمود، وأريد أن أنوه في هذه الحلقة يعني لشيء هام، أن يوم 9 ديسمبر بإذن الله لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة حنطرح في ندوة وأتشرف بإدارتها صورة مصر الثقافية في الخارج، لأنه أنا دائما ما أقول يمكن على مدى 30 عام الماضية طرحت فكرة أنه كيف نقدم ثقافتنا الغنية المتنوعة في الخارج للعالم لتصبح أحد مصادر الدخل القومي مثلما تفعل دول كثيرة جدا. نعم. لدينا مراكز ثقافية في مصر لدول أجنبية مثل المركز الألماني والفرنسي والتركي والأمريكي والياباني. هذه المراكز الثقافية تدر دخلا كبيرا، والمجلس البريطاني تدر دخلا كبيرا للدول التي أنشأتها في كافة أنحاء العالم. كيف نستفيد من هذه التجربة؟ كيف نقدم ثقافتنا لتصبح أحد روافد الدخل القومي؟ هذا السؤال يجب أن يطرح بقوة، وبإذن الله أنا من خلال الندوة سأطرح مشروعي الذي طرحته من قبل، سأعيد طرحه مرة أخرى ليكون أمام المسؤولين، وأرجو أن يتنبه كل مسؤول عن الثقافة في مصر لهذه النقطة الهامة، أن الثقافة المصرية يمكن أن تصبح رافضا من روافد الدخل القومي، بالإضافة طبعا إلى أنه تعزيز إيصال الثقافة للمواطن المصري دون أدنى شك سيعزز الهوية الوطنية. إيه هي أهم العوامل اللي شايف أنها ممكن تدعم الثقافة في الوقت الحالي دكتور حسين؟ دعم الثقافة في الوقت الحالي، إحنا دائما ما نتحدث عن الثقافة وأدوات التثقيف. فلو تحدثنا عن أدوات التثقيف، نحن نعلم أن أدوات التثقيف هي الكتاب، المسرح، السينما، الفنون بأشكالها المختلفة. كيف نقدم هذه الأدوات بأسلوب نعزز به الفكر المرحلة التي نعيش فيها؟ في الستينات عندما كان هناك أيديولوجية معينة في مصر، الستينات من القرن الماضي، استطاعت الدولة المصرية من خلال أجهزة الثقافة والإعلام أيضا أن يعززوا من الفكرة التي كانت قائمة وقت ذاك. لكن ودعيني أصارحك إن يعني أننا حتى الآن لم نبلور الثقافة، ثقافة الجمهورية الجديدة، ما هو شكل الدولة وما هو شكل الثقافة المناسبة للجمهورية الجديدة؟ هذا السؤال يجب أن يطرح في مؤتمر قومي على كل مثقفي هذه البلد الطيب. كيف نبلور ثقافة تناسب الجمهورية الجديدة والتي ينادي بها سيادة الرئيس؟ كيف نقدمها؟ هذا السؤال يعني ربما مطروح، لكن الإجابة الشافية لهذا السؤال يعني غير واردة في ذهن يمكن كثير من المثقفين. لدينا مراكز ثقافية وهي أزرع وزارة الثقافة وفي كل أنحاء الجمهورية. كيف نعيد
تشكيل هذه المراكز الثقافية لتصل بالثقافة إلى المواطن المصري، لأن الثقافة وحسب الدستور هي حق لكل مواطن، الدستور ينص على هذا. الكتاب المصري نحن في أشد الاحتياج إلى استراتيجية للنشر في هذه المرحلة. السينما المصرية يمكن أن تصبح أحد روافد الدخل القومي والدخل حتى على المستوى المحلي. السينما تحتاج إلى يعني تعزيز لدورها، لأن السينما المصرية هي أول سينما في الشرق الأوسط، وهي أقوى يعني أدوات القوة الناعمة في لمصر. كيف نعيد للسينما مكانتها؟ المسرح تم إهماله بصورة شديدة. كيف نقدم مسرح قوي مرة أخرى؟ وكيف نجذب الجمهور إلى المسرح؟ وكيف ننتشر ونتمدد في كل أنحاء الأقاليم المصرية بمسرح يعزز الفكرة الأساسية للهوية المصرية؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تطرح، ويعني هناك جهود، لكن أنا في الحقيقة أطمع في المزيد. هذا بالإضافة أنه سيادة الرئيس يمكن من حوالي 6 أشهر نادى بأنه ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا الصدد في تعزيز تقدمنا للثقافة المصرية. أشكرك يا دكتور. الله يخليك. شكرا ليك دكتور حسين بنهاوي عضو المجلس الأعلى للثقافة. وبننهي جولتنا بتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف. ومعنا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار، يعني عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس المتوقعة النهاردة. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. احنا طبعا بعد عدم الاستقرار اللي شفناه بدايه الاسبوع الماضي بدات الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير، وعلى مدار هذا الاسبوع ان شاء الله معظم المحافظات اللي موجوده في الجمهوريه هيكون فيها استقرار في الاحوال الجويه، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وكمان قيم درجات الحراره هتكون حول المعدلات الطبيعيه للوقت نفس السنه، واللي فيها العظمى فتره النهار بتسجل على القاهره الكبرى من 22 ل 21 درجه مئويه، ده فترات النهار، ومع وجود اشعه الشمس هنحس بالاجواء الخريفيه ما بين مائله للبروده المائله للدفء في معظم المحافظات الشماليه، وكل ما اتجهت جنوبا قيم درجات الحراره طبعا بتزيد الاجواء اكثر اعتدالا واكثر دفئا في محافظات الصعيد ومناطق كمان من جنوب سيناء. لكن فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس هتظل قيم درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير، وخاصة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. صغر فترة الليل متوقع في القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، المدن الجديدة هتكون أقل من 13 درجة مئوية، كمان محافظات الصعيد بتكون أقل من 10 درجات، فبالتالي أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب المحافظات خاصة ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. ودايما تحديد الاستقرار في الاحوال الجويه، الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه، طبعا احنا عندنا شبوره مائيه بتسهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ممكن نلاقيها كثيفه في بعض الاماكن، يعني بتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. الشبوره المائيه اللي هتكمل معانا على مدار الاسبوع ان شاء الله ظاهره جويه مؤثره، ومع تكون الشبوره المائيه بشكل كثيف بيكون تقريبا 4 الفجر تستمر معانا حتى الساعه 7 صباحا، ومع سطوع اشعه الشمس بتبدا في التلاشي. فرص الامطار موجوده معانا على مدار الاسبوع في الاماكن الساحليه فقط المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوسط البحري، فرص امطار خفيفه حتى الان مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بناكد بس على كل الساده المواطنين عدم انخداع باشعه الشمس، عدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم كله، شتويه ثقيله فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر،
القيادة لازم تكون بهدوء تام، فترة الصباح الباكر مع السبورة المائية، ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا نستمر في المتابعة الجيدة من الثلاثة. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دي كانت مجموعة من الأخبار في مجالات وموضوعات مختلفة بدأنا بها معاكم يومنا في هذا الصباح، وإحنا مستمرين معاكم حتى 10 بتوقيت القاهرة في حواراتنا المباشرة من الاستوديو مع ضيوفنا. نروح لموجز أخبار الساعة، ومن بعده هيكون معاكم زميلي محمد عبد الحكم في أول حواراتنا في هذا الصباح اليوم.